يوم الثلاث لسه في غموض في موقف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد تجديد الرفض من جانب مسؤولي نادي الزمالك لإقامة المباراة حتى الآن. طبعا مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك لو أقيمت هتحدد نتيجتها بنسبة كبيرة فرص الفريقين في استمرار المنافسة على بطولة الدوري، أو بمعنى أدق منافسة متصدر الترتيب نادي بيراميدز، لأنه أكيد التعادل ليس في صالح القطبين، وهو أكيد في صالح نادي بيراميدز طبعا اللي بيسعى إن هو يحصد أول بطولة ليه في تاريخ النادي. مواجهة الأهلي والزمالك إذا أقيمت في كل الأحوال ليها اعتبارات كتير ودايما بتكون خارج التوقعات. شفنا مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك 2-1. فيما يخص مباراة القمة كلام كتير وأحداث كتير. رابطة الأندية امبارح عملت اجتماع مع كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر وحسام المندوب بوجود النائب أحمد دياب رئيس الرابطة عشان يتم إنهاء الأزمة وخوض مباراة القمة يوم الثلاث المقبل. مسؤول رابطة الأندية أكدوا لمسؤولي الزمالك إن الفريق نادي الزمالك لعب في الدور الأول في الدوري 15 مباراة والأهلي لعب 14 مباراة، ولعب الزمالك في الدور الثاني 5 مباريات والأهلي لعب 4 مباريات، ولعب المؤجلات بيتم بترتيبها على أساس القرعة اللي أقيمت في أول الدوري. تم التأكيد على أحقية الزمالك في الاستعانة بحكام أجانب وفقا لما تنص عليه اللائحة وتحمل تكاليف استقدام الحكام. رابطة الأندية أبلغت مسؤولي الزمالك إن المباراة في موعدها والفترة اللي جاية هيتم تدارك الأخطاء لأن الموسم الحالي استثنائي، لكن مسؤولي الزمالك رفضوا وتمسكوا بتنفيذ مطالبهم. ده اللي حصل لغاية امبارح بالليل. رابطة الأندية أكدت على تطبيق اللائحة في حالة عدم خوض مباراة الأهلي أو عدم استكمال مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي، وأكدت على أن الرابطة بتقوم بالمساواة مع كافة الأندية. مجلس إدارة نادي الزمالك رفض فكرة خوض أي مباراة في الدوري خلال الفترة الحالية قبل تنفيذ كافة الطلبات اللي قام بإصدارها في البيان اللي أصدره بعد مباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري اللي كانت بتتلعب طبعا على برج العرب بالإسكندرية وفاز فيها المصري البورسعيدي. بعد ما اتكلمت مع حضراتكم عن كواليس الاجتماع هفكركم بالمطالب الأربعة لنادي الزمالك، وهي أولا نادي الزمالك قال بنطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماما، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد. تاني حاجة إنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية. تالت حاجة انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وربطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل. رابع حاجة أن تكون مباراة فاركو هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة. دي الأربع مطالب اللي كان طلبهم نادي الزمالك في بيان بعد طبعا الأحداث الأخيرة وقبل مواجهة أو مباراة القمة اللي هي هتكون يوم الثلاث بإذن الله في حال لعبها.